باستثناء محمود حسن تريزيجيه الوحيد اللي بيشارك بصفه اساسيه ومتالق مع الفريق، هو فعلا اللي ماشي بشكل كويس جدا الفتره الاخيره، لكن بعض المحترفين التانيين بتواجههم بعض المشاكل، ونتمنى الا تؤثر هذه المشاكل بالسلب عليهم في مباراه يوم الاحد امام الكونغو. يمكن عندنا محمد صلاح هو اهم لاعب في منتخب مصر ولاعب مميز جدا نجم فريق روما الايطالي، لكن الفتره الاخيره بيمر برضه ببعض المشاكل في فريقه، بيمر بمرحله من تراجع المستوى. يمكن محمد صلاح المباراه الاخيره لفريق روما امام انتر ميلان يمكن اهدر هدفين مؤكدين من فرصتين محققتين كانفراد بالمرمى. للاسف الشديد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق روما خرج انتقد محمد صلاح بشكل عنيف. هنقول بقى الانتقادات او التراجع في بعض المستويات. دكتور كرم كردي عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم، صباح الفل يا دكتور. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ ازيك يا دكتور؟ لسه بنتكلم عن المنتخب وهنبتدي بقى من دلوقتي نقول الاحلام والمقاتلين والمعركة الأولى، إيه رأيك في الجو ده؟ طمنا. والله هو مطلوب طبعا التشجيع، مطلوب إن الطاقة الإيجابية عند كل واحد إن هي توجه لتشجيع المنتخب. يعني إحنا كلنا بنتمنى إن أولادنا يحققوا لنا أملنا، والمباراة إن هي مباراة هامة جدا لأن دي أول مباراة في مشوار الوصول الى نهائيات كاس العالم في 2018. احنا كاتحاد كوره اعتقد ان حتى الان لم نتاخر على اللاعبين او على الجهاز باي حاجه، بالعكس معسكر في مكان محترم، احسن ملعب في مصر بيتدربوا عليه، طياره خاصه باذن الله يوم الجمعه هتوديهم غزو الكونغو. اللاعبين المحترفين وصلوا في ميعادهم، وده نوع من الالتزام طبعا يشكروا عليه بعد ما انهوا مبارياتهم بره. منتخب متكامل دلوقتي، فما ما على بقى الجهاز اللي ان هو يخطط، وعلى اللاعبين ان هم ينفذوا، وعلى اللاعب ان ينفذ ويبذلوا الجهد اللي مناسب لامال الشعب المصري كله في الفتره الجايه ان شاء الله. دكتور كرم كردي زي ما انت قلت يعني الملعب الكويس، بس طبعا انا مش شايفه ان في مباريات وديه قويه حصلت للمنتخب يعني، او جمعت اللاعبين المحترفين مع المحليين. طبعا هي مشكله ان اللاعبين المحترفين انت عارفه حضرتك ان هم مرتبطين بايام معينه، يعني امبارح مثلا قلت كملت اللاعبين امبارح لسه امبارح تقريبا، ممكن النهارده يبقى اول تدريب فيه لاعبين. هيبقى صعب جدا انك تلعبي اي مباراه وديه وانت مسافره يوم الجمعه. طيب ما عشان كده انا بقول لك اللي انتوا قدمتوه، معلش ما تزعلش مني يا دكتور، عادي ابدا اطلاقا، عادي عادي ان انت توفر ملعب، وعادي ان انت، لكن انتوا قعدتوا بقى وقررتوا ايه الغير عادي او الجديد يعني من اجل مسانده ودعم المنتخب؟ لا وحضرتك هو يعني ايه الغير عادي؟ لا يعني انا بقول لك حضرتك لما بتصحي الصبح وتروحي الاذاعه عشان تعملي البرنامج بتاعك ده عادي، عادي جدا، فانت توفر ملعب عادي ان انت تستقبلهم عادي. تستهدي بقى؟ لا ما كان ممكن تعملوا معسكر في اي مكان، مفيش طياره خاصه علشان مفيش هي الجديده الطياره بقى حضرتك. لا كل بصي حضرتك لا يمكن يقدم احسن مما يقدم دلوقتي. الوزير رايح النهارده ومع المهندس انا بريده، وانا هكون معاهم، والمهندس احمد زياد رايحين برضو نقف معاهم، معاهم مدير كوره بيوفر لهم كل حاجه، عامل حسين الحاج عامل حسين رئيس مجلس اسكندريه دايما متواجد، ومعاه ناس من اعضاء المنطقه. طب الاخبار هناك ايه؟ انا يهمني الكونغو دلوقتي، المنسق اللي موجود في الكونغو. لا هو الكونغو المهندس قبل يسافر تمام، واطمن على مكان الاقامه واطمن على الملعب، رغم ان هو راجع بيقول لي ان يعني الناس هناك مش فريندلي ابدا في التعامل، وانا اعتقد ان هو لكن ده كل الكلام ده كله احنا ما بنبصلوش، واحنا ما بنحطش اي اسباب او اي حاجه تقول ان احنا لا مش هنكسب. باذن الله احنا هنكسب، واعتقد ان فيهم لعيبه كتير اللي هم يعني اللي عندهم خبره، واخدين على لعب افريقيا، واخدين على الظروف بتاعت افريقيا في عده مباريات كتير يعني. فانا شايف ان باذن الله يعني النصر يكون حليفنا ان شاء الله، نقول التوفيق يعني باذن الله ان شاء الله. استاذ خالد طلعت عايز يسالك دكتور كرم كردي قبل ما نروح للموجز. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا استاذ.
خالد زحل. ربنا يخليك. كنت بسال حضرتك هل قائمه اللعيبه كلهم جاهزين ولا في اي اصابات لاي لاعب؟ احنا كنا شفنا محمود كهربا كان اتعرض لاصابه في اخر مباراه مع اتحاد جده كده وما كملش الماتش، فهل هو جاهز؟ لا. انا اول امبارح كنت عندهم هناك، كان كهربا لسه ما وصلش، بس كان الكلام كله ان الحمد لله ما فيش اي اصابات وما فيش اي حاجه بين اللاعبين. تمام. وكان الكلام على عبد الشافي وكهربا، لكن الاثنين حسب ما اللي عرفته وانا موجود هناك، لكن النهارده ممكن اتاكد طبعا، لا الحمد لله ما فيش اي اصابات، وربنا يسهل وما يبقاش في اصابات باذن الله ان شاء الله. دكتور كرم كردي، بنتمنى لكم التوفيق. زي ما انا بقول، مباراه هي مباراه لازم ناخدها بجديه، مش عايزين نبالغ قوي اعلاميا عشان لا نسبب اي احباطات للشعب مره تانية او اي حاجه. احنا بنخوض منافسات قويه، علينا ان نكون اقوياء. انتوا عملتوا العادي، معلش انا بقول العادي في ميعاد الطياره الخاصه اللي هي تساعد المنتخب على ان هو يعني يكون جاهز. عاوز ايه اللي نعمله مثلا؟ لا دوره رونالدو ولا ميسي مثلا معاهم؟ لا اطلاقا، انا عايز العادي. قولي اقتراحاتك واحنا جاهز. لا يعني انا يعني العادي ده جميل جدا، بس دايما انا لا اكرر كلمه عملنا وعملنا وعملنا، لان ده العادي. يعني بقي ان نقول ان فعلا المباراه الكونغو دي البدايه، لكن المباريات القادمه هيكون ليها استعداد تاني. من خليكي متفائله وخليكي جدا إيجابية جدا حضرتك ازاي جدا يا دكتور. الواحد يقعد على الكرسي وينقض طبعا، لكن من الصعب ان الواحد يشتغل. بالتاكيد اتمنى ان احنا دايما يبقى طاقتنا ايجابيه. هو ده بقول ايه واخد بال حضرتك. لكن انا بقول لحضرتك ان لو في اي حاجه ممكن تتقدم، الاتحاد لن يتاخر عليها، ولو في اي حد عنده اقتراحات جديده واخد بقى شايف ان الاتحاد مقصر فيها. انا اطلاقا مش شايف انا مقصر، انا بس بتعامل مع الالفاظ فقط يعني. بشكرك. شكرا دكتور كرم جوردي. شكرا.